كيف بتتصرفي لما يكون ابنك معند وبده شيء؟ ايام من صغيره ايام يعني ما بخليه يعمل الشغل الغلط، بلعبه بس باللعبه اللي هو بيحبها، بس اللي بتاذيه ما بخليه يلعب فيها. والله اغلب الاحيان بحاول انه اشغله عن الشيء اللي هو معند عليه، يعني مثلا اذا عاوز خلاص مثلا بده يلعب مثلا بالكره، لا بحاول مثلا انه اشغله لا روح اتفرج على افلام كرتون، ايه يعني بنحاول نغير الفكره اللي هو معند عليها. هو بالاساس عنده مشكله قبل ما يعند، انا ما بوصله لمرحله العناد يعني، فغالبا نحن بالبيت انا بحاول دائما امشي معه كصديقه او كرفيقه، مره اب مره ام مره صديقه، فهو ما بيوصل لمراحل العناد يعني. انا وصله مرحله العناد بده يكون عمره 15 سنه، ما بيكون عمره طفل بالاربع سنين وخمس سنين، بالاربع خمس سنين مسؤوليتي مو مسؤوليته. وجهه مره مرتين ثلاثه بعدين طرقه كفين وبشي. حسب الشغل اللي هو بده اياها، اذا كان بتناسبه بلبي له اياها، اذا ما بتناسبه بيغير له رايه فيها. والله اذا كان مثلا يفيده او ينفعه اشتري له اياه، اما اذا كان به مضر اقنعه انه هذا يضر. لا اذا متنح بدي اشوف الغرض، اذا بيأذيه اكيد ما حلبي، هحاول اعوض له بغرض يفيده، يعني مثل المقايضه بحيث انه ما زعله ولبي له طلبه بس بالشكل اللي يفيد ما يضر اكيد. والله بالاقناع يعني، اكيد بالاقناع ما في شيء بالاجبار، لانه اذا ساوى شغله بالاجبار يعني اللي حيكون مو مقتنع فيها، بس يكبر بده يحاول يساوي العكس.